أسعد الله أوقاتكم أصدقائي متابعين قناة مستر كريبتو. فيديو جديد على قناتنا، القناة مهتمة بأخبار العملات الرقمية. بالفيديو أصدقائي راح أتكلم عن تحليل عملة البيبي وسبب الارتفاع الأخير للعملة. أما أصدقائي قبل ما نبلش الفيديو بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. ولا تنسى تنضم لقناتنا على التليجرام، الرابط موجود أسفل الفيديو والرابط موجود في بانر القناة. خليكم معنا هذا الفيديو تعرفوا اخر اخبار سوق الكريبتو. خلينا اولا اصدقائي نتكلم عن تحليل سريع لعملة البيبي. بعد انخفاض كبير اصدقائي وانخفاض في الماركت كاب الخاص بالعملة باكثر من 75% والعملة انخفضت لمناطق 0.509 اللي تكلمنا عليها بالفيديوهات السابقة، طبعا تم الارتداد من هاي المناطق ورجعنا مرة ثانية لمنطقة 0.511.7. نحن حاليا اصدقائي قريبين عند منطقة 0.512، هذه المقاومة أصدقائي تعد مقاومة عنيدة جدا، لكن أصدقائي بعد ارتدادنا من هذا الدعم لازم نعرف وين مناطق الارتداد التالية. طبعا كان عندي ارتداد من مناطق 0.608 وعندي ارتداد من مناطق 0.510 وعندي ارتداد من مناطق 0.511. بعد فشلنا بكسر هاي الدعوم بشكل طبيعي لازم نتوجه للمقاومات التالية. المقاومة التالية هتكون عندي على العملة هي منطقة 0.513.3، هاي المقاومة كمان صعب كسرها. بالمرة الماضية فشلنا بكسرها في يوم 3/6 أو 3 يونيو، فشلنا بكسر هاي المقاومة، وهاي المقاومة بسبب انخفاض لمناطق 0.609.5. حاليا اصدقائي عندي ارتداد واضح وارتداد قوي اكثر من كل السوق. ارتفعت عملة بيبي ارتفاع كبير اكثر من باقي العملات المشفرة. حاليا هدف على العملة اصدقائي مناطق 0.513.3، واذا كسبنا هاي المقاومة وتداولنا اعلى هاي المنطقة فهدف على العملة راح يكون مناطق 0.515، يعني ارتفاع من المنطقة الحالية بنسبة 30%. هاي هدفي على العملة. نحن استفدنا من عملة بيبي مناطق 0.510.5 من هاي المناطق، دخلنا بصفقة لونج على جروب الفي اي بي. طبعا حاليا جروب الفي اي بي اصبح مجانا لكل شخص بتداول على منصة اكسنس. كل عليك انه تسجل عن طريق رابط موجود اسفل الفيديو بمنصة اكسنس، ترسل لي اليو اي دي وبضيفك مجانا على جروب الفي اي بي. دخلنا بصفقة بهاي المناطق على عملة بيبي واستفدنا من صعود وصل الى 20%، حققنا ارباح بالفيوتشر وصلت الى 400%. طبعا اصدقائي مجرد ما نوصل لمقاومة 0.515 فهي صفقة شورت رائعة جدا. خلينا نشوف التغريدة اصدقائي معا لعملة او الصفحة الرسمية لعملة بيبي. طبعا اصدقائي عندي اولا كانت تغريدة من اس اي سي، هي لجنة وهيئة الاوراق المالية والبورصات. طبعا تم الاعلان اولا عن ان منصة كوين بيس هي لا تمتثل لقوانين التنظيم داخل عدة ولايات او 10 ولايات في الولايات المتحدة الامريكية. هذا الشيء اللي ادى الى انخفاض اسهم منصة كوين بيس. وطبعا عملة بيبي ردت ساخرة بكلمة صيد. طبعا اصدقائي هاي الكلمة تعني التنهد، يعني مثل الشخص كان ماسك الخوف داخله. وبعد ما تم الاعلان عن العملات السكيورتي اللي كانوا اكثر من 10 عملات سكيورتي ولم يظهر اسم عملة بيبي داخل هاي التقرير او هذه القضية، طبعا عملة بيبي تنهدت واخرجت الخوف اللي بداخلها. اصدقائي نكون وصلنا لهذا الفيديو، اتمنى الفيديو يكون اعجبك. لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.